رغم الميزانيات الانفجارية التي صرفت والتي تبخرت دون أن يلمس المواطن العراقي منها شيء يذكر، هكذا احتفل أطفال قضايا عفج كما تنطق محليا في مدينة الديوانية بمحافظة القادسية في العيد. ألعاب بدائية صنعت من جذوع النخل في بلد يطفو على بحر من النفط. قد يقول قائل إن هذا الحال نفسه قبل الاحتلال، لكن لماذا يبقى الحال على ما هو عليه في الوقت الذي يصدع المسؤول العراقي الشعب بتوفيره العيش الكريم والرفاهية؟ فلنشاهد. السلام عليكم. طبعا هاي مدينة العاب قضاء عفيك، نشوف الاطفال في قضاء عفيك، وهاي مدينة الالعاب الحديثة التي وعدنا بها المسؤولون في اكمالها. ها هم اطفال عفيك، نشوف في مدينة الالعاب الحديثة التي وفقت التصميم العالمي، وهذا هو ابو مختار وكامل يعني حتى ننقل لكم الصورة من عفيك. حديقة مراجيح من الجذوع، هاي مدينة الالعاب اللي في قضاء عفيك. يعني احنا رجعنا الى العصور القديمه. يعني هاي هي مدينه الالعاب اللي يشوف الاطفال حاليا يلعبون بها من جذوع النخل. جميع دول العالم تنتج مدن العاب متكامله حديثه، احنا مدن العاب من جذوع النخل، وهاي هي اللي يشوفونها. خلي يطلع عليها المسؤولين، المحافظ، نائب المحافظ، مجلس المحافظة، الحكومة، هيئة الاستثمار، كل الجهات الحكومية. هيا هاي مدينة العاب عفيك. يعني وصلنا إلى حالة إنه مدينة العابنا من جذوع النخل. هاي مدينة العاب عفيك. العاب عفيك هاي برضو الحكومة المحلية، نشكر الحكومة المحلية على هاي المدينة العاب حلوة. ماكو العراق ماكو بس عفيك بعدها.